السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير عصير صحي منعش مذل للعطش ومفيد جدا للجسم خصوصا لفقر الدم. بالنسبة لمكونات هذا العصير سنحتاج إلى 9 حبات من المشمش، حبتين من البربة أو الشمندر المسلوق، السكر حسب الرغبة، ثم هنا لدينا عصير 4 برتقالات كبار. نمر الآن لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، في الخلاط الكهربائي نضع كل المكونات، البرتقال، المشمش، البربة أو الشمندر، ثم السكر حسب الرغبة، ممكن إضافة كذلك كمية أخرى من عصير البرتقال. ندمج المكونات جيدا مع نصب العصير في كؤوس. متابعينا الكرام، هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو زر الاشتراك. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.